ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونروح بقى لاخبار كره القدم المصريه. امبارح كان في اجتماع لمجلس اداره اتحاد الكره في مقره بمشروع الهدف طبعا بمدينه السادس من اكتوبر، وكان في مناوشات حول تشكيل الاجهزه الفنيه لمنتخب مصر مواليد 2005 ومنتخب مصر مواليد 2008 اللي هم الشباب والناشئين يعني. لكن اتضحت ملامح الاجهزه الفنيه، هيكون كابتن وائل رياض شيتوس المدرب العام لمنتخب مصر الاولمبي هو المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2005 تحت طبعا اشراف البرازيلي روجيه ميكالي والمدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي. وبالمناسبه هيتم اعلان اعفاء شيتوس من منصبه كمدرب عام في منتخب مصر الاولمبي وهيتفرغ تماما لمنتخب 2005. اما بالنسبه لمنتخب 2008 بقى فهيكون المدير الفني الكابتن احمد الكاس نجم منتخب مصر في كاس عالم 90 طبعا، وفي ترشيح كده بتواجد كابتن عادل مصطفى نجم الاهلي السابق مساعد ليه في هذا المنتخب. اعتقد انها فرصه جيده لكابتن وائل رياض شيتوس يستحقها في اداره منتخب 2005 لانه تاهل للاولمبياد مرتين، مره كمدرب عام مع كابتن شوقي غريب ومع ميكالي طبعا في التاهل اللي فات دوت اللي هي اولمبياد باريس يعني، وحصل على الرخصه ايه يعني خلاص جاهز ان هو يمسك منصب الرجل الاول في احد منتخبات الشباب او الناشئين. الحقيقه يعني كل التوفيق لكابتن وائل رياض شيتوس يستحقها، والكابتن عادل مصطفى كمان مع كابتن احمد الكاس ابناء النادي الاهلي، وتواجد الناس اللي دارسه مهم جدا، الناس اللي واخده حاصله على شهادات واللي جربت تدرجت ان هي كانت مساعد وبعد كده بقت الرجل الثاني في الجهاز الفني ثم الرجل الاول، ده التدرج الطبيعي لاي حد عايز يبقى مدير فني، انما انت تبطل تبقى مدير فني على طول دي هي دي الكارثه.